يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم. نبدأ مع حضراتكم برنامج التساعة الليلة، وبنتكلم عن 8 سنوات من الغياب الأمريكي عن القارة الأفريقية. بنتكلم على قمة أفريقية أمريكية ما بين القمة اللي فاتت مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 8 سنوات وقمة أمريكية أفريقية اليوم. تغيرت القارة السمراء وتغير العالم خلال هذه الثمان سنوات، نتائج بتأمل بها واشنطن أن تعود مسار العلاقات مع دول القارة السمراء لوضعها الطبيعي، مع طبعا بقى وجود منافسين عالميين، النفوذ الروسي والصيني من خلال التعاون والتنمية في أفريقيا. خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض من مخرجات القمة الأمريكية الأفريقية. احنا بنتكلم عن دعم أفريقيا للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن ومجموعة العشرين، أيضا ضخ 55 مليار دولار أمريكي في أفريقيا على مدى 3 سنوات ما بين مشروعات الغذاء وما بين مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. أيضا تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الكونغرس لإقراض أفريقيا تقريبا 21 مليار دولار. كمان كان هناك توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجانب الأمريكي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية. أيضا التمهيد لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بإجمالي إنتاج حوالي 3.4 تريليون دولار. كان هناك حديث أيضا عن إنشاء مجلس لدعم المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بنتكلم عن تخصيص 2.5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا، وأكيد حضراتكم تابعتوا الطرح المصري اللي قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسألة يعني الأمن الغذائي وقد إيه القارة الأفريقية تعاني من هذا، وتحدث سيادته عن الجوع اللي تنامى بشكل كبير خلال السنوات السابقة. أيضا النهارده يعني كنا بنشوف مع حضراتكم نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة، وده الحقيقة كان طوال أيام انعقاد القمة. اليوم على وجه التحديد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بواشنطن مستشار الأمن الأمريكي، وبحث اللقاء علاقات التعاون ما بين البلدين وأوضاع المنطقة. كمان استقبل السيد الرئيس رئيس البنك الدولي، وأكد السيد الرئيس اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي، وده انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك امتدادا للشراكة المثمرة ما بين الجانبين، خصوصا مع الأزمات الدولية المتعاقبة على الجميع. على الناحية الثانية شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء أقامتها الغرفة التجارية الأمريكية على شرف سيادته، وده بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الأمريكية. كمان يعني كان هناك ترحاب شديد بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي ومسألة الحديث عن النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية، ويعني لاقت أصداء واهتمام واسع من قبل الجميع. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها، ممكن كلنا تابعنا هذه الكلمة، مسألة ارتباط الأمن الغذائي والأمن المائي، وأنه مصر بتنظر لهذا الرابط بعين الاعتبار، وأنه ده أمن قومي مصري يتحتم أنه يكون في توافر للإرادة السياسية علشان نخرج بأطر قانونية لضبط مسار التعاون ما بين الدول اللي بتتشارك الموارد الغذائية والموارد المائية، وبما كمان يسهم في أنه نحقق التنمية المرجوة من غير ما يكون في ضرر لأي طرف. خلينا دلوقتي ناخد مع حضراتكم هذه المداخلة. معنا دكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور أكرم. ويمكن يعني احنا كنا بنتكلم على أنه 8 سنين على القمة الأمريكية الأفريقية السابقة مع الرئيس باراك أوباما، والآن في وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن تغير العالم وتغيرت القارة السمراء وأزمات عالمية متتالية. كيف قرأت هذه القمة؟ هي يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هي قمة مهمة أمريكية إفريقية عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 3 سنوات 3 أيام. أنا عاوز أقول إن العالم كله أصبح مهتم بالقارة الإفريقية. يعني تشوفي حضرتك الولايات المتحدة ليست الطرف الوحيد المهتم بالقارة الإفريقية. صحيح. إنما في اهتمام من جانب الولايات المتحدة، في اهتمام من جانب الصين، في اهتمام من جانب روسيا، من جانب الاتحاد الأوروبي. إذن القارة الإفريقية أصبح لها أهمية كبيرة
وتحظى بدرجة كبيرة من الاهتمام من مختلف الأطراف الدولية المؤثرة. وبالتالي هذه القمة بتأتي أيضا في توقيت بتواجه فيه القارة الإفريقية عديد من التحديات، تأتي في توقيت أيضا تتواجد فيه يعني نقول نوع من الفجوة التي نشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القارة الإفريقية، نتيجة لأن في سنوات سابقة يمكن كانت أول قمة عقدت أمريكية إفريقية مرة. صحيح دكتور أكرم، ممكن أتوقف مع حضرتك عند النقطة دي، مدى تقبل دول القارة السمراء بسلاسة لوجود استثمارات أمريكية؟ احنا بنتكلم على 55 مليار دولار أمريكي، لو احنا بنتكلم على الجانب الصيني فهناك تقريبا 5 أضعاف هذه الاستثمارات في القارة السمراء. لا، أنا عاوز أقول إن الأمر لا يتعلق الآن فقط بال 55 مليار، وإنما في قضية أخرى شديدة الأهمية. ال 55 مليار يعني لو توزعيهم حضرتك على دول القارة الإفريقية، صحيح، يعني كمتوسط كل دولة هتاخد منهم مليار، إذا ده ليس بالحجم الكبير. إنما القضية الكبرى والأساسية التي طرحت في هذه القمة هي أن هناك نوع من دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن، إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، ودي بإجمالي يعني 3.4 تريليون دولار، ده رقم ضخم، وده بيسهم في تنمية القارة الإفريقية وفقا لاستراتيجية 2063. إنما يعني أنا من وجهة نظر أن أهمية هذه القمة بترجع إلى عاملين أيضا لو احنا بنتكلم عن المستقبل. العامل الأول من حيث الأهمية هو تنفيذ الوعود، يعني أن التفاهمات والاتفاقات والوعود في هذه القمة من جانب الولايات المتحدة يتم تطبيقها، وعلى الأرجح أن هذه الوعود أو هذه الاتفاقات سيتم تطبيقها في المستقبل القريب والمستقبل المنظور، وخصوصا بعد تحديد مبعوث أمريكي للقارة الإفريقية لمتابعة التنفيذ، فدي نقطة مهمة أوي. النقطة الثانية المهمة التي تجعل هذه القمة أهميتها هي أن تكتسب الطابع المؤسسي. تكتسب الطابع المؤسسي يعني أن تكون هذه القمة بتنعقد على فترات دورية. احنا شفنا في فجوة زمنية سنين، إنما من المرغوب فيه لكي تؤتي هذه القمة ثمارها أن تتحول إلى مؤسسة، يعني تعقد على فترات دورية بحيث يتم التنسيق المتبادل بين الولايات المتحدة وبين القارة الإفريقية. وجود القارة السمراء أيضا يا دكتور، تفضل. يعني العاملين دول في رأيي بيدوا أهمية كبيرة لهذه القمة. الحديث عن مقعد دائم في مجموعة الـ20 للقارة السمراء ومدى أهمية ذلك والقرب من صناع القرار. هو طبعا الرئيس الأمريكي فيما ألقاه من خطب أو تصريحات هو نستخلص منها أن هناك اعتراف بإفريقيا لها ومؤثر في السياسة الدولية، ودي نقطة مهمة أوي، أن القارة الإفريقية أصبحت لاعب مؤثر في السياسة الدولية، وخصوصا أن يعني احتمالات أن يتجه النظام الدولي إلى نوع من التغير في الأطراف وفي الأقطاب المؤثرة، وخصوصا بعد انتهاء الحرب الأوكرانية. في هذا الإطار احنا بنفهم أن الولايات المتحدة ووفقا لتصريحات الرئيس بايدن أفريقيا لاعب هام ومؤثر في السياسة الدولية، ومن هنا تأتي أيضا دعوته لضم الاتحاد الإفريقي ودول أفريقيا إلى مجموعة الـ20. ويمكن حتى كان أصير كلام في فترات سابقة عن أن يكون لأفريقيا أيضا مقعد في مجلس الأمن. إذن بيبدو الأمر هنا أن هذه القمة تربط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو تنموي لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة التحديات. ربما في نقطة كمان مهمة أوي من وجهة نظر أشار إليها الرئيس الأمريكي، وربما أيضا ووردت أيضا في كلمات السيد الرئيس، اللي هي أن تكون هناك يعني مبادرة تتعلق بمديونية الدول الإفريقية. الدين الخارجي اللي بيثقل يعني معاهل كاهل الدول الأفريقية وبيعيق التنمية وتحقيق أي تنمية في هذه الدول.
ده صحيح، وربما يعني نستخلص من كلام الرئيس الأمريكي أن هناك دعوة إلى التخفيف من أعباء المديونية على الدول الإفريقية وعلى الدول النامية، وحتى في خطوة عملية اتخذت في هذا الإطار، وهي تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمبلغ 21 مليار دولار لصندوق النقد لتخفيف الأعباء على الدول الإفريقية أو إطالة فترة سداد الديون أو إعفاء من بعض الديون، وده أيضا أشار إليه السادة الرئيس في كلمته. إذا يبدو الأمر أننا إذا تحول من الاتفاقات الشفوية أو الوعود إلى إطار جديد وهو الرغبة في تطبيق هذه الاتفاقات، الرغبة في مساعدة القارة الإفريقية على التقلص من التحديات التي تواجهها، وهي تحديات بالمناسبة متعددة، يعني تحدي الغذاء، تحدي التنمية، تحدي التغيرات المناخية، تحدي المياه، تحديات صحية وأوبئة، الصراعات اللي بتعاني منها الدول الإفريقية، تحدي الإرهاب واللي بيأثر على العالم كله. كل دي تحديات ستجد يعني من وجهة النظر الأمريكية التي أبديت في هذا اللقاء وفي هذه القمة، ستجد درجة كبيرة من الاهتمام من الجانب الأمريكي، وده هيساعد إلى حد كبير على تقليص الفجوة التي نشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القارة الإفريقية، خلينا نقول على الأقل في الثمان سنوات السابقة. صحيح، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعة. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد ونبتدي فقرتنا، خليكم مستنيين. المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الهدف النهاردة كان مناقشة مناخ الاستثمار في مصر. حضرتك عارف أن لا تنمية اقتصادية بلا استثمار، وبالتالي يجب أن احنا نهيئ مناخ الاستثمار، نعزز المنافسة، تهيئة بيئة الأعمال دي أحد الأهداف الأساسية اللي احنا كنا بنتمنى أن احنا نخرج بيها من هذا الحوار. حقيقة كان في مقترحات بناءة جدا من السادة الحضور في حزب مستقبل الوطن ومن السادة النواب في البرلمان بغرفته اللي كانوا حاضرين. استفدنا من الحوار ده، فهو كان في استفسار بخصوص مثلا مركز خدمة المستثمرين بشأن الإجراءات اللي فيه، بشأن رغبات السادة في أن يتم تقليل المدة. وضحنا قرار رئيس الوزراء، قرار دولة رئيس الوزراء بأن الإجراءات ما تاخدش أكتر من 20 يوم وتم تطبيقها بالفعل بصرامة والتزمت بها الجهات. حوار دايما بيفتح مجالات جديدة لفهم مواضيع يمكن ما نكون إحنا في المهمة التنفيذية كل يوم الصبح نكون منغمسين في الأدوات التنفيذية بتاعتنا، فمهم جدا وجود هذا الحوار كل فترة بحيث نقدر نسمع من جهات. أهلا بحضراتكم من جديد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة إشاعة طلعت بتقول إنه هيكون في ارتفاع في أسعار تذاكر الأتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام والنقل الجماعي. محافظة القاهرة أكدت إنه مفيش أي إصدار لأي قرارات في هذا الشأن، وشددت على إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل هتخالف هذه التعريفة المحددة للركوب. طيب كل شوية احنا بنلاقي إشاعة كده بتطلع وبعدين الجهات المختصة بدورها بترد على هذه الإشاعة، فالإشاعة الخاصة بمسألة زيادة التعريفة لأتوبيسات النقل العام إشاعة خاطئة، والدولة ردت عليها وقالت إنه أي شركة
تخالف ده هيتم فسخ التعاقد معه. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه هو كارثة مناخية بكل يعني المقاييس. وكالة الطاقة الدولية بتقول أو بتتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للفحم هيوصل لأعلى مستوى ليه على الإطلاق عام 2022، وهيفضل في ارتفاع للسنوات اللي جاية إذا ما تمش بذل الجهود القوية علشان ننتقل لاقتصاد منخفض الكربون. حضراتكم سمعتوا الكلام ده كتير الفترة اللي فاتت، خصوصا أيام قمة المناخ اللي كانت منعقدة في شرم الشيخ في نوفمبر اللي فات. التقرير السنوي للوكالة بشأن الفحم الصادر النهاردة قال إنه من المتوقع ارتفاع استخدام الفحم العالمي بنسبة 1.2. طيب الكلام ده السنة دي بس هيتجاوز كام؟ هيتجاوز 8 مليار طن في عام واحد، ودي المرة الأولى اللي يحصل فيها الكلام ده. رقم قياسي ما حصلش قبل كده، ويعني تقريبا تم تسجيله قبل كده في 2013. إيه اللي بيحصل وإحنا بنتكلم عن إن إحنا عايزين ننتقل لاقتصاد أخضر وطاقة نظيفة وطاقة متجددة، وبنلاقي إنه استخدام الفحم بيصل لهذا، نتكلم على 1.2. خلينا نفهم أكتر من المتخصصين. دكتور كريم سليمان، أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. قريت إزاي هذه التوقعات الخاصة بوكالة الطاقة الخاصة بزيادة استخدام الفحم بمستوى يعني ملوش مثيل قبل كده في سنة 2022؟ إحنا بنتكلم عن إحنا هنوصل نسبة استخدام الفحم لواحد واتنين من عشرة السنة دي، بنتكلم في زيادة 8 مليارات طن في هذا العام. خلينا يا فندم نبسطها على الساده المستمعين علشان نكون على درايه بالمشكله بتاعتنا الاساسيه. الفحم ليه انواع كتير. فاحنا دايما بنتكلم عن اخطر واحد فيهم اللي هو الفحم البني. وده الدول الاوروبيه ويمكن اكثرهم المانيا فيها شركات قائمه على الاستخدام لتوليد الكهرباء من هذا النوع من الفحم. صحيح. المشكلة الأساسية في استخدامات الفحم هي مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإحنا مشكلتنا الأساسية في ملف التغيرات المناخية هو معدل الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي. وبناء عليه اتجاه العالم كله كان في تقليل استخدامات الفحم، ولكن لازم وأنا بقول هقلل استخدامات الفحم أكون بوجد الطاقة اللي تتناسب مع تشغيل المصانع. المشكلة اللي تداولتها بعض الدول اللي بتحاول إنها تتملص من الدور المنوط بيها انها تشارك بيه علشان نقلل الانبعاثات، هو ان الانتاج الطاقه النظيفه او المخرج بتاع الطاقه النظيفه زي طاقه الشمس او طاقه الرياح غير كافي لبعض الصناعات الثقيله الضخمه. ولذلك هم لا غنى عن استخدام الوقود الاحفوري. ولكن ساعتها النقاشات كلها بتدور حوالين اننا ممكن نستخدم الوقود الاحفوري ولكن في اي صوره غير صوره الفحم، الا وهي صوره الغاز الطبيعي. يعني احنا يمكن ازمه الغاز اللي يعني خلقت من الازمه الروسيه الاوكرانيه سبب في زياده استخدام الفحم بهذه يعني بهذه الصوره. بالظبط كده يا فندم، ولذلك هي كلها ملفات مترابطه. بمعنى ان لما بالفعل بنتكلم على استخدامات بديله للوقود الاحفوري وان احنا ممكن نستخدم الغاز الطبيعي في انتاج الطاقه اللازمه للصناعات الثقيله والمصانع الضخمه ومنها مصانع الاسمنت ومصانع الحديد والصلب وما شابه، محتاجين الغاز الطبيعي. والملف السياسي اللي ظاهر حاليا على العالم كله ده بيخليه العالم لجأ، وبعض الدول ما بقولش العالم كله، بعض الدول لجأت مره ثانيه لاستخدامات الفحم، ومنها الاتحاد الاوروبي، وهو ده كان اللي فعلا علق النسبه جدا. ان بعض دول الاتحاد الاوروبي لجأت لاستخدامات الفحم بصوره كثيفه في المجال الصناعي على الرغم من القوانين البيئيه اللي موجوده واللي هتنزل عليهم عقوبات وغرامات، ولكن هم اكتفوا بالعقوبات والغرامات اللي هي الماليه في سبيل ان هم يستمر مجال الصناعه. بغض النظر عن التبعيات ليها، ودي الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، لان احنا لو حسبنا هنلاقي ان فعلا مولدات الكهرباء اللي بتستخدم الفحم ممكن تطلع لي 2000 رطل من ثاني اكسيد الكربون، في حين اللي بتستخدم الغاز ممكن تطلع 1000 رطل بس او 1100 رطل. فالفرق كبير جدا في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ولكن الملفات السياسيه والازمات السياسيه اللي موجوده كان ليها بتلعب دور مهم قوي فيها. يهمنا ان احنا نبقى عارفين ان مصر كانت من الدول اللي رفضت انها تكون ضمن قائمه الاستيراد للفحم. لان طبقا لاتفاقيه اليابان
كان في اتفاقية معمولة اتفاقية كيتوكو في اليابان، وكان المغرض منها ان يبدأ في 2020 تطبيق عقوبات على الدول المستوردة والمستخدمة للفحم. صحيح. ولكن نتيجة للأزمات السنة دي بنتكلم على انه الهند واندونيسيا والصين من اكبر الدول المنتجة للفحم، التوقعات انها هتحقق يعني ارباح رهيبة من مسألة انتاج الفحم، فواضح انه ما فيش اي وفاء باي التزامات لأوي وعود سبقت في قمم خاصة بالمناخ. بالضبط. ولكن سيادتك هي كان في مشكلة ان هو كان الاتفاقية منوطة بيها وليس المنتج ولكن المستخدم. ايضا. وبناء عليه الانتاج زاد، سواء انتاج اللي هو الاستخراج من باطن التربة والاستخراج بالطرق المختلفة. نرجع بعد كده للمشكلة الاساسية، هي مشكلة تصديره. احنا مشكلة الفحم مش فقط لغير في اثناء استخدامه، لا، مشكلة الفحم فعلا في عملية انتقاله. انتقال الفحم بتسبب انبعاثات وتطاير لذرات كربونية في الجو بشكل ضخم جدا، وبتسبب مشاكل صحية. احنا اللي عندنا المشكلة الأساسية هي ان انا دلوقتي لو بتكلم في استخدامات الفحم، فانا مش بتكلم بس في ملف التغيرات المناخية، انا بتكلم في تبعيات وألواه الصحة العامة. احنا ممكن نوصل لمرحلة ببساطة يا دكتور عشان نفهم الناس، تبعيات ان احنا نوصل لواحد واثنين من عشرة، والناس لو بتسمعنا تقولك طب ما احنا وصلنا قبل كده لده في 2013، فرق ان احنا نشوف النسبة دي تاني النهاردة، وكمان الحديث عن التوقعات ان النسبة دي هتفضل نسبة مماثلة او تزيد خلال السنوات المقبلة لو ما فيش اجراءات حازمة وحاسمة لهذه المسألة. وهو ده التخوف سيادتك، لان احنا لو بنتكلم عن التكلفة اللي هندفعها نظير ان تستمر الصناعه باستخدام الفحم، وليس بتكلم في اي نوع، ما بتكلم في الفحم بالاخص، احنا ممكن نتكلف كدول، حتى دول مستخدمه وليست منتجه او مصدره، ممكن توصل تكلفه بس العلاج الاثار بتاعته تتخطى ال 3.9 مليار دولار سنويا عشان نبدا نعالج الامراض بتاعته، سواء كانت في الجهاز العصبي او الجهاز التنفسي او الجلطات اللي ممكن تحصل في الشرايين وما شابه، لان الاضرار الصحيه بتاعته رهيبه. فإحنا التخوف كله حاليا عالميا هو إن إحنا عندنا ما بين شقين، ما بين الشق الملفات السياسية اللي بتؤثر على توفير الغاز الطبيعي لبعض الدول، وعلى الصعيد الآخر هو التزامات الدول دي بملف التغيرات المناخية. صحيح. ولذلك دلوقتي بعض الدول المنتجة الكبرى وبعض الدول الأخرى المستوردة أصبح على عاتقه إن هو يوفر الطاقة للصناعات، لان دي بتمثل له دوره راس عمل ودوره راس مال، وبتمثل له فرص عمل للحد من البطاله في دولته، وفي نفس الوقت عنده ملف التغيرات المناخيه اللي مطالب بالاشتراك بيها، وخاصه الدول العظمى زي المانيا، وهي من الدول الاساسيه الداعمه لملف التغيرات المناخيه، ولكن هي برضو من الدول الكبرى اللي مستخدمه للفحم الاحفوري وخاصه الفحم البني، لانه من اكثر الحاجات انتاجا للطاقه والكهربائيه للصناعات، وهم من أكثر الدول اللي ممكن تكون بتعاني من ملف السياسي الخاص بالغاز الطبيعي الآن. طيب دكتور، وإحنا بنتحدث إنه بقى في يعني بشكل كبير حالة من الوعي العالمي بمخاطر استخدام هذا النوع من الفحم، شايف حضرتك إزاي ردود الفعل الدولية على هذه التوقعات؟ هي يا فندم ردود الفعل الدولية هتكون بمثابة إن إحنا نبدأ نفعل وليس فقط لا غير، نكتفي بان احنا بالتصريحات نفعل العهود اللي تم اتخاذها سواء في مؤتمر كوب 27، سواء كان في اللي هو 27 او اللي قبله 26، لان التقاعس عن تنفيذ التعهدات 26 هي اللي وصلتنا اننا بنعاني من حاله كبيره جدا حاليا، فاذا تقاعسنا في تنفيذ التزامات 27 فاحنا مش هنقدر ان احنا نتعامل او نسيطر على اي بروتوكولات تعاون مع اي شراكات دوليه على للحد من الانبعاثات. المشكله سيادتك ان احنا دلوقتي لو بنتكلم، فاحنا بنتكلم في ان احنا محتاجين ننقل التكنولوجيا اللي نقدر بيها نعظم الاستفاده من الطاقه المتجدده والنظيفه، سواء كانت الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، عشان تدخل في الصناعات الكبرى. واذا ما قدرناش، اذا الاستثمارات خضراء زي ما بتسمى، يعني محتاجين مزيد من الاستثمارات الخضراء. ولو ده هياخد معانا وقت شويه، فاحنا ممكن يكون الغاز الطبيعي هو البديل او الحل الامثل مؤقتا لاستخدامه في تشغيل الصناعات الكبرى والمصانع الثقيله، ولكن لا يفضل استخدام الفحم باي شكل من الاشكال. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم سليمان، استاذ مساعد العلوم البيئيه والاستدامه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد ونكمل باقي فقراتنا، خليكم دايما معانا. We'll be right back.
بحضراتكم من جديد. قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإسناد تنظيم البطولة كأس العالم للأندية 2022 للمغرب، ودي مش المرة الأولى اللي المغرب بينظم فيها البطولة، وده كان عقب الاجتماع المكتب التنفيذي للفيفا. وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية المفروض أنه لا يسمح بمشاركة فريقين من نفس البلد لداخل البطولة. هيشارك النادي الأهلي ازاي؟ الناس بتتكلم، طب ازاي النادي الاهلي هيشارك في هذه البطوله؟ النادي الاهلي بيشارك بصفته وصيف دوري ابطال افريقيا، لانه الوداد المغربي بيشارك بصفته البلد المستضيف. هنتكلم مع حضراتكم اكتر عن مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخه. دلوقتي معنا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير على حضرتك استاذ هاني. واختيار المغرب ل يعني هذه البطوله، ودي مش المره الاولى، حضرتك شايف ايه الاسباب ورا ده؟ بالفعل المغرب النهارده نجحت في اقناع الاتحاد الدولي فيفا في تنظيم كاس العالم للانديه النسخه المقبله في فبراير. المغرب مش اول مره تنظم، عندها بنيه تحتيه بيقدموا هم الحقيقه، يعني هم الموضوع ملوش علاقه يعني بما تفعله المغرب في كاس العالم، لانه الناس يعني بتتكلم عن ده اكيد. المشاركه المغربيه الكبيره طبعا في كاس العالم اكيد ساهم في زياده الشعبيه بالنسبه للاتحادات المغربيه او الاتحاد المغربي في طبعا في الفيفا والكلام ده كله، باعتبار ان هو اثبت ان هو اتحاد قاري ناجح من انجح الاتحادات القاريه ان يتواجد في المربع الذهبي للمونديال، ولسه عنده فرصه ينافس على المركز الثالث في المونديال والميداليه البرونزيه. فده طبعا دليل واثبات ان هم من افضل الاتحادات القاريه في او افضل الاتحادات المحليه يعتبر في الفيفا كلها. ده الجزئيه الثانيه في تنظيم البطولات زي ما بقول لحضرتك، هو تنظيم كاس العالم للانديه موضوع بسيط، الموضوع مش صعب جدا، مش هي مونديال بيجمع 32 منتخب، مش بطوله قاريه كبيره، كانت مصر عندها القدره على التنظيم، لكن يعني حصل ما حدش تقدم بطلب التنظيم، وكنا المفروض نستغل ده عشان نقدر ننظم كاس العالم للانديه على اعتبار ان احنا هنوري الناس مصر عندها القدره ازاي نستقبل البطولات دي، خصوصا ان احنا داخلين في الملف التنظيم لكاس العالم 2030، الملف المشترك اللي كنا بنتكلم عنه الفتره اللي فاتت. لكن واما ان الاختيار كان ما بين الدوحه او ابو ظبي والمغرب، تم الاستقرار على اسناد البطوله للمغرب، ربما جزء منه زي ما قلت لحضرتك لنجاحات المغرب الاخيره في مونديال قطر 2022، وده يعني من حسن حظنا ان الاول مره نشوف حاجه تيجي لصالحنا، يعني اول مره نشوف قرارات تتاخد بعيد عننا. طيب عشان الناس تفهم، في لائحه تنظيميه بتقول كده، بتقول انه الدوله المنظمه اللي بيشارك يعني عنها الوداد المغربي كده خلاص بقى في فريق يعني ممثل عن الدوله المنظمه. الاهلي بقى داخل بصفته الوصيف، قول يعني لو تفهم الناس ده في لائحه بتقول الكلام ده، علشان في حديث انه الناس بتقول لك دول بيجاملوا الاهلي، فعايزين نفهم لحضرتك. يعني الفيفا مش هيجامل الاهلي، ودي هنقول فيها نقطتين. النقطه الاولى ان لائحه تنظيم كاس العالم للانديه الماده الرابعه بند 2 فيه بيقول ان ممنوع ان يشارك فريقين من اتحاد من نفس الاتحاد المحلي. ماشي. بمعنى ان بيشارك صاحب الارض، وطبعا دلوقتي الفائز بدوري ابطال افريقيا هو الوداد المغربي، ما ينفعش يشارك فريقين من المغرب. فاللائحه بتقول ان ياخد ثاني افضل لاعب في افضل فريق في البطوله القاريه اللي هو في الوقت الحالي النادي الاهلي، ودي كانت تقررت مرتين، يعني هي مش مجامله للنادي الاهلي، قررت مرتين. الاولى في 2007 كانت اليابان اللي بتنظم البطوله، وقتها فريق اوراوا الياباني كان بطل دوري ابطال اسيا، ساعتها شارك بصفته منظم للبطوله، وساعتها شارك فريق اسبهان طهران الايراني مكان الفريق الياباني على اعتباره ان هو كان وصيف دوري ابطال اسيا، وقررت برضه بعد كده مع فريق جنبا اوساكا الياباني اللي شارك في النسخه التاليه للبطوله في 2008 على اعتبار ان هو المنظم رغم انه كان الفائز وقتها بدوري ابطال اسيا، ودخل مكانه ايديالد يونايتد اللي هو الاسترالي، ده كان وصيف دوري ابطال اسيا، يعني الامر ملوش اي علاقه بمجامله النادي الاهلي. طيب لكن اقول لحضرتك على معلومه ربما يعني لاول مره تذاع، كان في من تقريبا من 5 6 ايام كان في اتصال من مسؤولين في الفيفا بالنادي الاهلي، وكلموهم ان فكره ان الاهلي ربما يشارك في كاس العالم في المغرب الفتره الجايه، لان كان في استقرار منذ ايام على منح البطوله للمغرب على اعتبار ان اخر نسخه كانت في دوري كاس العالم للانديه كانت موجوده في الامارات، فصعب كان يسند التنظيم مرتين ورا بعض الامارات طالما في دوله
المغرب قدمت ملف استضافة، وكان ساعتها في تأكيدات ان الاهلي هيشارك بصفه رسميه كوصيف، وما كانش في كلام حتى ساعتها اتكلموا عن فكره تغيير اللوائح وربما اللوائح يتم تعديلها. قال لك الكلام ده ما بيحصلش في الاتحاد الدولي، حتى لو تعدلت اللوائح هتقوم بالنسخ المقبله مش النسخه الحاليه. طب استاذ هاني، النادي الاهلي ازاي بيستعد لهذه البطوله؟ البطوله تبتدي يوم 11 فبراير، فاحنا بنتكلم يعني فما فيش اقل من شهرين، هتبقى 1 فبراير كمان 1 فبراير. طيب الاستعداد زي ما بقول لحضرتك، هل محتاج دعم للعيبه؟ هل محتاج الخط الدفاعي؟ الاهلي ما كانش عنده المعلومه المؤكده ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه، فلسه الخطاب واصل منذ ساعات للنادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم. مباشره الاهلي هيبتدي يخاطب الاتحاد المصري عشان مواعيد المباريات، وبالتالي هيخاطب الاتحاد الافريقي ايضا عشان خاطر مواعيد الفريق في دوري الابطال. وكل دلوقتي الاهلي هيبتدي يعيد حساباته، خصوصا ان هو عايز يعمل انجاز كأس العالم يعوض بيه ان هو فشل في الفوز بكأس بدوري ابطال افريقيا، وبالتالي الصفقات في يناير ربما يكون في تدعيم بشكل اكبر، لعيبه اجانب على مستوى مميز، بحيث ان الاهلي يكون رايح البطوله يقدر يحقق انجاز هناك يساعده في مشواره في بطوله افريقيا المقبله، ان الاهلي بيسعى للفوز بيها، وبالتالي هيكون في معسكر مغلق قبل انطلاق البطوله مع الصفقات اللي هيتم التعاقد معاها في يناير، وبحيث في الاخر ان الاهلي يقدر يعمل مشاركه مميزه زي ما عودنا الفترات اللي فاتت، ويتخطى بقى انجاز الميداليه البرونزيه ويقدر يوصل للمباراه النهائيه باذن الله. صحيح، ان شاء الله ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي المصري في بطوله كاس العالم للانديه اللي جايه في اول فبراير. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ناقد الرياضي هاني عبد الصبور، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح لفاصل ونرجع لكم نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد. من الرياضات الفرديه اللي بتلقى شعبيه كبيره جدا هي الكاراتيه. الحقيقه انه اتحاد الكاراتيه بيضم مجموعه من ابطال الذهب في كل المستويات وكل الاعمار، سواء احنا لو بنتكلم على كاتا او كوميتي. مؤخرا حصد ابطال الكاراتيه الشهر ده 32 ميداليه، 19 ذهب، 5 فضه، نصهم معانا هنا على الترابيزه هتشوفوهم دلوقتي، 8 برونز، وكمان احتل ترتيب اول البطوله الافريقيه في جنوب افريقيا للعام ده 2022. النهارده مشرفني في الاستوديو استاذ محمد دهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومن الابطال الذهب كابتن طارق محمود لاعب منتخب مصر رجال كوميتيه والحاصل على الاول افريقيا، وكابتن جنه محمود اول افريقيا. مساء الخير عليكم، منوريني. الف مبروك، الف مبروك، وسعداء بوجودكم معانا النهارده، وما شاء الله يعني انا شايفه الترابيزه مش مكفيه الميداليات. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليكي، ميرسي. عايزه اسالكم عن مشاركتكم طبعا الاخيره في البطوله الافريقيه، يعني كانت عامله ازاي؟ استعديتوا ازاي للبطوله؟ نبدا معاكي يا طه، اتفضل. والله احنا كان عندنا دايما اي بطوله، سواء بطوله دوليه او بطوله ليها علاقه بطوله العالم او دوري عالمي، نستعد قبلها بفتره ممكن تقريبا بمده شهر. بيكون ليها معسكرات مغلقه كتير تقريبا، احنا ما بنخرجش من المعسكر غير يوم او يومين يا دوب بنريح فيهم، وبعد كده بنرجع معسكر تاني. بتمرن في اليوم 3 تمارين على حسب البروجرام بتاع الكابتن والدكتور كمان متفقين عليه. المعسكرات طبعا ما بتبقاش عارفين نكلم اهلنا، مش عارفين نعمل اي حاجه خالص غير احنا بنتمرن وبنستعد للبطوله. وطبعا بس انتوا بتبقوا متعودين بقى خلاص ومع الاهالي متعودين على مساله انه ما فيش تواصل، وانه احنا في البطوله واحنا في معسكر مغلق، فخلاص احنا بالنسبه لنا دي مهمه رسميه يعني بنمثل مصر فيها، ومش قادرين احنا نسافر بطوله زي بطوله افريقيا او بطوله العالم وما نجيبش فيها نتائج، لان احنا يعني معروفين ان ابطال مصر كلهم هم مقصود العالم، واحنا لسه محققين من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ان احنا الاول على العالم كله في كل المراحل، فما اعتقدش ان بطوله زي دي يعني هنقدر ان احنا نجيب فيها تاني حتى على الاقل، بالنسبه لنا تبقى خساره. فالحمد لله استعدنا هنا كويس وجبنا نتائج اللي حضرتك شفتيها. الحمد لله ما شاء الله. جنه، وانت ثانويه عامه وثانويه عامه وكاراتيه وما شاء الله محققه ميداليات كبيره، مبروك البطوله الافريقيه. استعديتي ازاي واحساسك ايه والوقوف على المنصات المتكرر ده، وما شاء الله بنتكلم في اول افريقيا، بيكون احساسك ايه مع حصد هذه الجوائز؟ طبعا المعسكرات زي ما طه قال بالظبط، وبتبقى صعبه طبعا 3 تمارين في اليوم،
وحاجات كتير يعني، بس الحمد لله احساسي ان انا لما جبت اول عالم واول افريقيا وحاجات غيرها بقى كان كويس يعني، ما كنتش مصدقه، والحمد لله انا كسبت، وكسبت كان ماتشاتي صعبه قوي في بطوله العالم. بس انا كنت اعلى منهم يعني، خصومك كانت صعبه يعني. كنت اعلى منهم نفسيا وبدنيا، وحتى كنا متمرنين كويس قوي. فكنت الحمد لله ربنا كرمني باول عالم واول افريقيا وغيرهم الحمد لله. احنا بنتفرج على الصور وبنشوف فيديوهات من البطوله، ده الفاينل بتاع العالم. كسبته 8-0 و نتيجة كبيرة ما شاء الله، ما كنتش متوقعة أصلا. كنت بره بقول إن أنا هجيب نقطة وكده، وأحاول أحافظ طول الماتش، فلقيتها فتحت معايا 8-0 قلت الحمد لله، وخلصته قبل التايم بتاعه. فكويس قوي يعني. شايفة يعني لو في نقاط كده أسباب إن أنت تحققي نتيجة قياسية زي دي أنت نفسك ما كنتيش متخيلاها، إيه هي الأسباب؟ بركة دعاء الوالدين. ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بنتي. ليه ربنا يخليك. طيب أروح لحضرتك مسألة دعم بقى الاتحاد للعيبة، وده شيء مهم جدا لأن هم بيتكلموا بيقولوا احنا بنبقى بعيد عن أهالينا، معسكر مغلق، من أول إنه نحضر لاعب يوصل النهاردة يكون بطل أفريقيا وبطل عالم، شكل الدعم اللي بيقدمه للاتحاد للعيبة دي. ويمكن احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا 5 سنين من يوم ما مسكنا الاتحاد، يمكن حطينا على أول أجندة الاتحاد إن احنا نعمل مكافأة شهرية أو راتب شهري للعيبة اللي تجيب بطولة عالم، عشان يبقى حافز ان كل اللعيبه تحاول تجيب بطوله عالم، اول عالم او ثاني او ثالث، بحيث انها تاخد راتب شهري لمده 2 سنين عشان بطوله العالم بعدها ب2 سنين. ودي كانت النتيجه بتاعتها فوق الممتاز، لان احنا في 2019 لعبنا بطوله عالم للناشئين والشباب وتحت 21، نفس البطوله لعبناها المره دي وكنا واخدين فيها اول عالم بجداره. المره دي احنا لعبنا بطوله عالم المعسكر طول السنه للناشئين والشباب وتحت 21 والكبار، فده دعم كبير قوي من الدوله ومن الاتحاد المصري للكاراتيه ان احنا نعمل معسكر دائم لاولادنا كلهم في جميع المراحل السنيه، عشان حتى لو وصلنا لانجازات معينه نفضل محافظين على ان نحقق مزيد من القمه. سهل لكن الحفاظ عليها هو الاصعب. فالحمد لله رب العالمين كان لعبنا زي ما طه بيتكلم بطوله العالم للكبار، كانت السنه اللي فاتت في شهر 11 السنه اللي فاتت كانت في دبي، فريق الكبار خد اول عالم بجدارة بلا منافس بالنسبة للكوميتيه، وده ترتيب عام تاني علشان الكاتا، بس اليابان أكتر منها في الكاتا شوية، ولكن أبهرنا العالم كله بالنتيجة، كانت أعلى نتيجة تيجي في تاريخ الاتحاد المصري الكاراتيه. السنة دي في الشباب والناشئين الشهر اللي فات، يمكن عشان كده إفريقيا كانت كويسة النتيجة بتاعتها، الشباب والناشئين 21 لعبوا بطولة العالم الشهر اللي فات في تركيا، والحمد لله كانت اليابان اول واحنا وتركيا تساوينا على الاربعه الذهب، فتركيا هي الارض المستضيفه للبطوله، خدت الثاني واحنا الثالث، برضه نتيجه مبهره، ويمكن نتيجتها كانت اول عالم الحمد لله. فده ساعد ان احنا في بطوله افريقيا، يعني مش عايز اتكلم بصراحه النتائج اللي قلتيها حضرتك وعدد الميداليات اللي هو 32 ميداليه، واحنا مسافرين ب 36 لاعب ولاعبه، ده انجاز فوق الخيال، اول مره يجي عدد ميداليات الذهب 19 ميداليه ذهب بجدارة بلا منافس أو منازع لنا، لأن الدولة اللي بعدنا كانت المغرب كانت بحوالي 9 ميداليات ذهب، فرق 10 ميداليات ذهب بيننا وبين الثاني. طب حضرتك كنا بنتكلم الجزائر 6 ذهب في نقاط دعم الاتحاد للطلبة، وحضرتك تحدثت عن الحوافز، وطبعا دي نقطة هامة جدا. ده راتب شهري بنطلعه للعيبة سواء ناشئين أو شباب أو كبار أو أسوياء ذوي الهمم، بنديهم برضه راتب شهري لأبطال العالم عشان خاطر نقدر يعني يقدروا يجيبوا الطلبات اللي هم عايزينها، بخلاف البدلات والكلام ده كله، بخلاف المكافآت اللي بتطلع من وزارة الشباب والرياضة بعد بطولة، كل بطولة دولية سواء عالم أو أفريقيا، فده ساعد على استقرار اللعيبة، ساعد على اللاعب ما يحسش إن النادي بيديله حافز والاتحاد لأ، فأصبح النادي بيدي حافز، الاتحاد بيدي حافز أكبر شوية كمان علشان خاطر يقدر اللاعب يستمر ويحقق ذاته في البطولات. لا اخفي عليك السر ان الحمد لله زي ما طه اتكلم ان احنا مصنفين على مستوى العالم رقم 1 على مستوى العالم في الكاراتيه في جميع المراحل السنيه، لان احنا بنشترك في اجنده الاتحاد الدولي بكل 3 اسابيع بطوله دوليه، الاتحاد المصري بيشارك بيها بكل الاعداد، فده ساعد على ان كل اولادنا سواء ناشئين او شباب او 21 او كبار يكون لهم الحظ انهم يشاركوا في مثل هكذا محافل دوليه يعني. في كل المحافل الدوليه، ويمكن احنا عندنا حدث عالمي في شهر في نهايه شهر يناير في القاهره اسمه البريمير ليج، اللي هو الدوري العالمي، والدوري العالمي البريمير ليج ده عباره عن 32 لاعب احسن 32 لاعب في كل ميزان، فاحنا عندنا 5 موازين بنين وخمس موازين بنات في الكوميتيه، غير بخلاف الكاتا الفردي بنين وبنات، يعني حوالي 12 مسابقه احنا مصنفين فيها برضو الاول اخر بطوله بريمير ليج بنلعبها بقالنا سنه دلوقتي، من بعد بطوله العالم بناخد اول في البريمير ليج بجداره وبننافس
اللي احنا فعلا اول، ولادنا كلهم مصنفين الغالبيه العظمى اوائل العالم واوائل رانك على مستوى العالم. فده انجاز فوق الخيال، محسوب للدوله المصريه، محسوب للرياضه، محسوب معالي وزير الشباب والرياضه. مصر تستاهل اكتر من كده، واولادنا يستاهل اكتر. فعلا عاملين اقصى جهد، سواء اللاعبين او الجهاز الفني بكامل، موفر لهم جهاز فني من مدرب فتنس، من مدرب تغذيه، من اخصائي نفسي، من طبيب، من مدير فني، من رئيس جهاز. الجهاز كامل عشان خاطر مصلحه اللعيبه، عشان خاطر رفع على مصر. والحمد لله ربنا موفقنا بالكامل، وبامانه ربنا المعالي وزير الشباب والرياضه في كل المناسبات بيكرم الكاراتيه زياده، لانه برضه ابن الكاراتيه، لكن عشان الكاراتيه بيحقق كل شهر بطوله. فالحمد لله بنطلع البطوله، بنجيب اول بنرجع، فده حاجه نفتخر بيها كلنا. والحدث العالمي اللي هننظمه على ارض مصر هيجي فيه على الاقل 52 او 53 دوله، اكبر بطوله موجوده في تاريخ الاتحاد الدولي اللي هو الدوري العالمي ده. السنه دي في شهر يناير ده هي اكبر عدد واكبر بطوله فيها، لان فيها تكريم اللعيبه اللي هم واخدين اوائل الرانك، اللي هم اسمها جراند وينر، هيتكرموا هنا في مصر كل ابطال العالم فيها ما شاء الله. طيب انا ارجع لطه، مساله انه انت بتبتدي كاراتيه من امتى؟ علشان النهارده الاهالي بتتفرج علينا، الناس دلوقتي كلها بتودي ولادها التمارين، عندها يعني ما بقيناش زي قبل كده، ما كانش فيه اهتمام بالرياضه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، وخصوصا الرياضات الفرديه. دلوقتي بقى العكس تماما، الاهالي مهتمه اهتمام كبير برياضات تانية غير كره القدم، اللي كانت الناس قبل كده كل ولاد عنده ولد بيمرنوا كوره. طيب انت النشأة بتاعتك كانت اخبارها ايه؟ بتلعب كاراتيه من وانت عندك قد ايه؟ وايه شكل التدريبات كانت ازاي في حياتك من وانت عندك كام سنه؟ كنت بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ دراستك عملت ايه في كل ده علشان النهارده توصل انك تكون بطل عالم؟ انا بدات كاراتيه وانا كان عندي 5 سنين. كانت بالنسبه لي لعبه ما كنتش اعرف عنها اي حاجه خالص. لقيت والدتي بتقول لي خش اقف مع زمايلك والعب كاراتيه. انا مش فاهم انا بعمل ايه. انا لابس بدله بيضاء بعصام ابيض. حد في اخواتك كان بيلعب كاراتيه او في العيله او كده؟ مفيش حد خالص. هي قالت لي، هي شافت اللعبه دي عجبتها فقالت لي خش جربها. فانا كنتش حابب الموضوع، بس مره عن مره حبيت الموضوع، لقيت الموضوع ليه اهميه كبيره. لقيت نفسي بعد كده دخلت في نادي، بدات في نادي اتحاد الشرطه، قعدت فيه بتاع حوالي 7 سنين او 8 سنين. بدات فيه بطولات القاهره والجمهوريه، وكنت بجيب اول قاهره واول جمهوريه. داخل هنا اصلا لغايه سن 15 سنه او 16 سنه كنت بلعب مرحلتين، كنت بلعب كاتا وبلعب كوميتي، وسافرت كمان بطولة عالم ناشئين وانا بلعب كاتا وكوميتي. فدي حاجه مش قليله، دي حاجه كبيره جدا. يمكن اخر حد عمل حاجه زي دي يمكن من التسعينات تقريبا، وانا بعدها كملت المسيره دي. بس انا ما قدرتش ان انا اكمل فيها، ان انا يعني كنت محتاج ان انا امشي على تارجت واحد، فكملت الكوميتي. فلما جيت بقى اتنقلت ورحت نادي الزهور، لا هنا بقى بدات ان انا دخلت المنتخب. من ساعه ما دخلت المنتخب انا بجد ما كنتش بشم نفسي خالص. يعني انا يمكن كنت بتمرن الصبح، بعد كده بروح الجامعه، برجع من الجامعه اتمرن تمرين ثانيه، بعد كده اتمرن تمرين ثالثه. بس انا هقول لك هنا الايجابيات بتاع الموضوع ده ايه، انه انت الشخص الرياضي من صغره ده بيبقى حاجه ثانيه خالص، عمره ما يروح في اي سكه ملهاش لازمه. يعني اولياء الامور بيبقى ما شاء الله يعني بيبقوا مطمنين على اولادهم بشكل كبير. زي ما انت بتقول كده، انا مش لاقي وقت اخد نفسي، هيلاقي وقت امتى يعمل حاجه غلط؟ بالظبط، دي كانت اهم حاجه كانت والدتي كانت محتاجه ان هي تمشيني فيها، ان انا اكون ماشي صح، ماشي، ان انا فعلا عايز ابني نفسي بنفسي. دي الرياضه دي الحاجه اللي فعلا هتخليني ابني شخصيتي وابني مستقبلي وابني ككارير ليا بعد كده، بعد ما انا بطل اللعبه دي. فدي حاجه كمان انا بعلمها لاي حد لسه هيبتدي لعبه الكاراتيه او اي لعبه فرديه. يا ريت لما تبدا رياضه ابدا رياضه وانت حاببها، ما تبقاش كارهها، لان بعد كده هتبقى حاجه مهمه بالنسبه لك جدا. واوعى في لحظه تفكر في لحظه ضعف او لحظه عصبيه انك تسيب الكاراتيه او تسيب اللعبه الفرديه اللي انت بتلعبها. انا الصراحه مش بؤمن بالالعاب الجماعيه قوي. عديت بلحظات زي دي كتير كتير جدا. يعني في اي مرحله، سواء في مرحله الناشئين شباب رجال، عديت بمرحله كتير، وخاصه كانت اكتر مرحله بالنسبه لي كانت مرحله الاولمبياد. انا كنت انا محتاج وكنت من ضمن الناس المرشحه. تعب، توتر، ارهاق كتير. ايه اللي احنا كنا مثلا احنا كان عندنا في السيزون يمكن 8 سفريات، وفي كل شهر سفريتين. في بدايه الشهر سفريه، في اخر الشهر سفريه. ما بينهم بنتمرن معسكرات ليل نهار عشان نستعد للبطوله اللي بعدها. انا ساعتها كان سن صغير وما كنتش متعود على الحاجه دي. في ناس مني كانت خبره عني وكانت شغال في الموضوع ده من قبل كده، بس انا كانت بالنسبه لي حاجه كويسه وحاجه وحشه. الحاجه كويسه باخد خبره وبلعب مع ناس كبيره، الحاجه الوحشه ما كنتش بجيب نتيجه. بس في الاخر كان عندي تارجت مهم وحققته، اللي هي بطوله العالم بتاعت 21 الكاف تشيل 2019. لما رحت لعبتها، لعبت الفاينل مع لاعب من فرنسا، وساعتها اللاعب ده كان مصنف الثاني في الرانك.
لما نزلت لعبت معاه انا هنا طبعا ادركت كنت اهميه الشده الرهيبه بقى اللي انت كنت مشدودها دي والمنافسات الدوليه اللي شاركت فيها. وزي ما انت كنت بتقول ما كنتش بتكسب لكن الخبره هنا بانت بقى. بالظبط هنا بقى لما وصلت الفاينل انا كسبت الفاينل وانا فعلا مش فاهم انا بعمل ايه. انا جبت ميداليه ذهب وانا فعلا الخبرات اللي تراكمت من المشاركات السابقه. بالظبط من بعدها بقى ربنا الحمد لله كرمني وبقيت دلوقتي المصنف الثاني على العالم وفي كل دوري عالمي بلعبها الحمد لله بجيب اول مره اجيب ثاني جبت مرتين اول ومره ثاني. ده لسه ان شاء الله اللي احنا يعني في بطوله الدوري العالمي اللي هتتعمل ان شاء الله هنا في القاهره لو ان شاء الله ربنا كرمني وجبت فيها اول هتساعدها هتكرم من الاتحاد الدولي ان انا اكون من ضمن الناس الجراند ويرر ودي الحمد لله من اول مره تحصل في تاريخ مصر يبقى في ثلاثه مؤهلين للجراند وينر اصلا. فدي حاجه فعلا يعني بنشكر الاتحاد عليها وعلى اهتمامها والوزاره وكل الناس اللي دعمتنا بجد يعني موفرين لنا حرفيا كل حاجه. فبجد نتمنى احسن واحسن ان شاء الله سواء للجيل الصغير او للناس اللي لسه مكمله دلوقتي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. روح لجنه. جنه ازاي الكاراتيه اثر على حياتك؟ التاثيرات الايجابيه للكاراتيه في حياتك واذا كان في حاجه سلبيه طبعا ليكي الحق انك تتكلمي عنها. والنشأة بقى والحكايه من الاول كده عايزه ابتدي معاكي رحله من البدايه. ماشي انا بدات وانا عندي 5 سنين وبرضه كنا اشقيه انا واختي فماما ودتنا الكاراتيه. شافت فيكم الموضوع يعني ده كده شكله كاراتيه. اشقيه كنا بنضرب في بعض وكده فودتنا الكاراتيه فروحنا برضه ما كناش عارفين اي حاجه في الاول. طورنا بقى لما احنا دخلنا. اكبر منك اصغر منك؟ اختي اول عالم برضه اكبر مني. منها. كابتن دارو عارف. فالمهم ان كنا بنجيب بطولات انا من نادي هي الرياضي فكنت لازم العب 3 بطولات عشان اوصل لبطوله الجمهوريه. بطولتين وبعدين جمهوريه. فجبت فيهم اول ربنا كرمني فدخلت تصفيات منتخب وحققت برضو اول الحمد لله. وكان بقى المعسكرات صعبه جدا السيزون ده كان صعب قوي والمعسكرات وكان حاجه منافسه بينك وبين اختك بقى دايما مامتك تقول لك هي حققت كذا انت حققتي كذا. لا طبعا كانت بتتمنى لنا الافضل احنا الاثنين وكانت بتقول عشان تكون هنا احنا بنتكلم عن مغيره ايجابيه ومنافسه ايجابيه اكيد يعني طبعا. فكانت هي حابه لنا الافضل وبتفضل دايما دعمانا وربنا يخليها لنا يعني ربنا يفرحها بيكوا دايما ويخليها ليكوا. وبدات بقى السيزون ده كانت بتفضل برضو معايا عشان انا كنت في اول خالص كنت عندي دروب فكنت رابع ما كنتش بسافر عدت بطولتين عليا وانا ما بسافرش. فالثالثه برضو روحتها ربنا كرمني في اول روحتها وما حققتش حاجه كنت زعلانه طبعا. صورة مامتك معاكي كنا بنعرفها دي اخر بطولة في افريقيا. دعم الاهل بيفرق كتير يا جنة. والكباتن طبعا وكل اي حاجة اي كلمة ايجابية بتبقى جميلة قوي حتى لو سلبية انا باخد السلبية كانها تحدي. وده بيفرق معايا انها تحدي مش كلمة سلبية. ايوه كلمة سلبية بس هي تحدي بالنسبة لي. طيب احنا هنعود نستكمل الحديث مع حضراتكم لكن دلوقتي اسمحوا لي هروح فاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. نعود لضيوفنا وكنا بنتكلم عن الميداليات اللي تم حصدها في البطوله الافريقيه للكاراتيه ومعانا نجومنا الابطال الذهب وكمان معانا استاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. استاذ محمد عايز ارجع لحضرتك ونتكلم عن وضع اللعبه في مصر. عدد اللعيبه المشاركه في اللعبه، الاعداد دي نسبتها في تزايد، الاتحاد بيشتغل على ده ازاي؟ هو بصراحه بعد دخول الكاراتيه الاولمبياد في طوكيو 2020 وحصول 5 لعيبه من مصر للاولمبياد وحصول فريال اشرف على الذهبيه وجيانا فاروق على البرونزيه، كان احنا كنا شغالين على 27 محافظه عندنا فيها نشاط كاراتيه، فيها بطوله جمهوريه بتقام في 27 محافظه وفيها اعداد للمدربين وحكام لجميع محافظات مصر، فده ساعد على زياده عدد اللعيبه اللي موجوده في كل محافظات مصر. مش لا اخفي سرا ان عدد لاعبي ممارسي الكاراتيه في مصر اكبر من اي رياضه اخرى موجوده داخل مصر. عدد اللعيبه بتمارس احنا عندنا في سيستم الاتحاد حوالي 1,000,000 لاعب مسجل في الكاراتيه، فده انجاز كبير جدا للاتحاد المصري الكاراتيه. والبطولات اللي عندنا ما هو الاهالي بتتشجع واكيد حضرتك فاهم ده. عايز اقول لك الاهالي لما بتشوف النتائج اللي بتحقق وعشان كده احنا بنكون عندنا حرص شديد ان احنا نتحدث عن مثل هكذا العاب فرديه تحقق هذا الحجم الضخم من الانجازات. الاهالي
عايزه تمرن ولادها، عايزه تحافظ على صحه ولادها، هتتجه للعبه تحقق هذه الانجازات. كان بعد برضو تحدث فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي عن الكاراتيه، يمكن مش بنعمل دورات تدريبيه حتى في محافظات مصر الوجه القبلي. عدد البنات اللي بتمارس الكاراتيه اكتر من عدد البنين في قبلي. عدد البنات اللي بتحضر دورات تدريبيه، يعني مثلا عملت دوره تدريبيه في هنا حضر فيها 80 دارس، الاقي 50 بنت موجوده في قلب الدوره. اولياء الامور بيحضروا، دي نقطه فارقه وفارقه نعم من الصعيد ممتاز. كمان انا بتكلم يعني على كده، ده دليل على ان الوعي والدنيا اتغيرت عن الاول بكتير جدا. الثقافه مفهوم الرياضه اختلف جامد قوي في مصر. يمكن مش عايز اقول لك مفيش نادي او مركز شباب بيتمرن فيه كاراتيه الا لما تلاقي اولياء الامور هم اللي موجودين قاعدين باولادهم داخل النادي. فدي حاجه برضو ظاهره كويسه جدا طبعا. وحاجه بتقول ان الرياضه مفهومها اتغير في الشعب المصري بالكامل. فانا بقول لحضرتك اكبر عدد ممارسي كاراتيه او رياضه في مصر كلها هي لعبه الكاراتيه، واكثر نشاط في الاشتراك في البطولات الدوليه ايضا هي لعبه الكاراتيه الحمد لله رب العالمين، لان اولادنا بيشجعوا على ان هم يجيبوا بطولات، فده بيخلينا دايما حريصين ان احنا نشترك في جميع البطولات الخارجيه. فده برضو نقله كبيره جدا للاتحاد المصري، خصوصا بعد تكريم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاولادنا اكتر من مره، واعطاهم وسام الرياضه من الطبقه طبعا. الدوله من الطبقه الاولى والثانيه، وايضا معالي وزير الشباب والرياضه اللي دايما بيقابلهم ويكرمهم ويحفزهم على دايما البطولات، ويحضروا المعسكر ويحضروا المعسكر بالظبط، وبيحضر المعسكر في المركز الاولمبي يعني. بالظبط بيحضر التدريبات المعسكر في المركز الاولمبي، يحفز الاولاد، فده ساعد على وجود طفره ونقله كبيره جدا للالعاب. فاحنا نتمنى ان يبقى في نظره شويه اعلاميه اكتر، وهي موجوده الحمد لله احسن من الاول بكتير، ولكن عايزين اكتر من كده للالعاب الفرديه بالذات، لان رفع علم مصر خارج مصر دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، بيبقى لها شعور مختلف صحيح. عند كل الناس حتى اولياء الامور قبل اللعيبه كمان. فدي برضو والله من الحاجات الايجابيه اللي بتبقى لفته ايجابيه كبيره في اليوم، انه احنا تقريبا يوميا لما بنفتح الاخبار بنلاقي احد ابطالنا في الالعاب الفرديه بالزبط. يرفع علم بلدنا يعني خارج البلد، بيكون احساس وشعور مختلف وكبير، وفعلا الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بقت بتتفاعل مع ده بشكل كبير. طيب جنة، ازاي لو بقى الامهات بتسمع ولسه الشباب بقى الصغير اللي بيتمرن كاراتيه، ازاي لعيب يخلي نفسه لعيب مميز يوصل انه يحقق بطولات بالشكل ده؟ طبعا يضغط على نفسه في التمرين ويتمرن كويس، ما يهملش في نفسه، ويتابع برضو دكتور تغذية ويكون دكتور تغذية. طب خلينا نقف بقى عند الحاجات اللي بتساعدك، الناس اللي بتساعدك، التيم بتاعك أخباره إيه؟ أول حاجة المدربين بتوع النادي، أحب أشكرهم الكابتن إسلام عمر والكابتن أحمد ودان مدير فني، وكلهم والله كلهم واقفين جنبي، والكابتن هيبة مدربتي في المنتخب، والجهاز الفني كله، والكابتن تيتو، دكتور مصطفى، دكتور تغذية، ده دكتور انا بثق فيه جدا وبتعامل معاه كانه مش دكتور خالص، وهو بيقول لي بينصحني كده ما بيمشينيش على نظام، فانا بعمل اللي هو بيطلبه مني بالظبط. فده كانت حاجه حلوه. بتبقى انظمه غذائيه قاسيه؟ انا بالنسبه لي لا، عشان انا في الميزان الاول وانا وزني مظبوط، فهو كان معايا عادي. بس الغيري طبعا حاجات يعني اول مره اشوفها الصراحه. بس انا الحمد لله يعني عشان ميزان اول وميزاني مظبوط يعني كانت بالنسبه لي عاديه جدا. وطبعا مدرب الفيتنس كابتن تيتو، احنا طبعا بيستحملنا كتير، واحنا طبعا ضاغطين عليهم برضو زي ما احنا مضغوطين، هم برضو مضغوطين. والاتحاد برضو احب اشكر كل حد وقف جنبي والله، والمدرسين بتوعي والمدرسه وكل ده، عشان هم مستحملين كتير، ساعدوكي تعوضي بقى غيابك المتكرر طبعا علشان البطوله. اشكر ماما وبابا واختي واخواتي كلهم، واشكر ان انا موجوده هنا والرئيس. طيب ارجع لحضرتك واخيرا تقول لي التحديات اللي بتقابل الاتحاد الفتره دي. هو يمكن احنا عندنا طموح كبير جدا ان احنا نجيب ارض الاتحاد عشان نعمل ملاعب، لان برضه المعسكرات عندنا فيها مشاكل شويه، لان المركز الاولمبي مش هيساع منتخب الناشئين والشباب وال21 والكبار، عندي حوالي 100 لاعب بيعسكر في شهر في طول الشهر، فدي برضه محتاجه مننا دفعه قويه. فبنسعى النهارده ان احنا نجيب ارض الاتحاد عشان خاطر نقدر نبني عليها صاله تستحمل التدريبات الموجوده والمعسكرات بتاعتنا، دي اهم نقطه عندنا. انما بالنسبه للبطولات يمكن احنا حريصين كل الحرص ان احنا نشترك في اجنده الاتحاد الدولي بالكامل، بالعدد اللعيبه بالكامل برضه، ليه؟ عشان خاطر نحافظ على الرانك بتاع اولادنا ودايما يبقوا في المركز الاول باذن الله دايما ان شاء الله. طيب احلامكم؟
احلامنا دايما نكون متفوقين. و ايه البطوله الجايه اللي في دماغك؟ ايه الميداليه الجايه اللي في دماغك؟ وعايزين نوري الناس الميداليات وتكلمنا عن كل ميداليه كده في عجاله. دي ميداليه افريقيا بتاعت 2022، دي اول فردي اول جماعي، دي بالنسبه للميداليه دي غاليه، كانت افريقيا برضه. عايزين نمسك كل ميداليه نوريها للناس. اهي دي افريقيا، دي افريقيا 2022 اللي لسه من كام يوم في الشهر بالظبط، ودي برضه زيها بس جماعي. فرد وجماعي. دهب فردي. دي بقى دخلت البطوله ما شاء الله، خدت دهب فردي وجماعي. الله اكبر. دي بالنسبه لي بقى يعني اهم بطوله ان انا خدت فيها احسن لاعب في افريقيا في 2017، ودي طبعا بالنسبه لي احلى ميداليه خدتها في حياتي. دي بطوله عالم اساتذه، دي ما بتحصلش تقريبا غير كل اربع سنين زي الاولمبياد بالظبط. البطوله دي بيختار فيها احسن 10 لعيبه بنشارك فيها من كل الدول، كانت بتلعب في امريكا في برمنجهام. كنت المفروض اكون اول، بس هو يعني حكام ولازم بيبقى اساسه ملعب وحاجه زي كده، بس انا راضي بربنا كاتبه لي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن واحسن باذن الله. جنه، احكي لي بقى عن الميداليات، ميداليه كده الاول. دي اول ميداليه اخذتها كانت، عايزين نمسكها عشان الناس تشوفها. دي اول ميداليه اخذتها كان في قبرص السنه اللي فاتت، دي اول بطوله دوليه العبها. دي كانت تاني واحده افريقيا اللي هي مقامه في مصر هنا. كانت في شهر 12 جبت فيها اول الحمد لله. دي ثالث واحده كانت برضه، دي شمال افريقيا كانت مقامه في تونس. دي الكبيره بقى اغلى ميداليه عندي اللي عندي دلوقتي اللي هي بطوله العالم. كانت صعبه طبعا الحمد لله جبتها. ودي بطوله افريقيا اللي هي كانت الشهر اللي فات. بس ما شاء الله مبروك. يعني اربعه دهب واحده برونز يعني. كانت اول بطوله اطلع. طب كويس يعني. كنت بلعب مع مصريين، اول تاني وتالت مصريين، فدي حاجه حلوه برضو، مش زعلانه ان انا خسرت من واحده مصريه. شفت الروح الرياضيه عاليه ازاي يا كابتن؟ يا طالع الاختها كويس، دي روح اللي بتروح جوه الاتحاد. هي واختها الاثنين اوائل عالم الحمد لله رب العالمين. العيله هتبقى ان شاء الله. عندكم داخل الاتحاد اسر وعوائل كامله بتكون موجوده داخل الاتحاد؟ في من ده من العينه دي موجوده ان شاء الله الحمد لله. انا اتشرفت بوجودكم معايا النهارده وسعيده بوجودكم معايا، استاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، كابتن طه طارق محمود، وكمان كابتن جنه محمود. اتشرفت بوجودكم معايا، ان شاء الله دايما يعني ترفعوا علم بلدكم في المحافل الدوليه. شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. شكرا مشاهدينا، كنت سعيده ان انا كنت موجوده معاكم النهارده في برنامج التاسعه، ودايما اشوفكم على الف خير.